وان شاء الله كي يرينوفي ويخرج حاجه جديده وحاجه مليحه ان شاء الله. كي فادوني ان بليس لا فيل ان شاء الله. ودقنا واحد دينا مامون دركا نروحو نديك كيما يا الحرايا رانا عاودنا ولينا. ان شاء الله تكون عجبتكم التحبيسه تاعنا الخفيفه اللي حوس بينا مامون باش ما نغلطش ديما نعيط له مومن. يعني داريس كبيره شويه ولا واش قالش كاين واحد الديكا اللي درتي لنا في البون تاع انا نتمشى ونعيط. ايوا مشاهدينا نروحوا لاهم الاطباق اللي محضرهم لنا اليوم مامون. كان حكى لنا عطانا كما نقول باختصار واش موجود لنا بصح دروك نروحوا نشوفوا الديتاي. بون نبداو بالجاري بالفريك دابيتود هو معروف يجي حمر. اليوم راح نديروه ان شاء الله ابيض. هي مليح شويه في رمضان بنادم ينقص شويه لي صوص روج ينقص لي صوص روج ويبدل شويه ثاني كيما المقادير تاعنا. بون عندنا لي زونيون راشي بصل المرحي عندنا الملح عندنا فلفل الكحل. بون الفريك عندنا الفريك خليوه برسكو ولا لو درني كي طيب كي تغلي. عندنا لا فيوند عندنا لو بولي عندنا السمن لي دام وعندنا المعدنوس نحطوه تسمى بون بعد نشبحوا به الشربات تاعنا الله يبارك. نبداو بالتحضير درك نبداو بسم الله. ينسى يا الحرايق هي كيما نقولوا العزبات ولا اليوم راحين يتزوجوا ولا سختو اللي قريب على الزواج ماذا بينا تشدوا ورقه وستيلو باش تبداو تديو المقادير هكا كي تروحوا لدياركم تفرحوا عجايزكم خاطر العروسه سختو كي تكون جديده. واش نقول لك ربي معاهم برك. مامون يقدر يحكي لنا كيفاش بدات تجربته مع الطبخ و بون حنا نعرفوا دائما الكوزينه المراه مالك غير يقولوا بلي الراجل برا ودركا طياب الراجل خير من طياب المراه ما ميزعفوا مني بصح ما عليش سي فيريتي باسكو لي غران شيف سون دي زون بيان سور. كيفاش بدات التجربه تاعك مع المطبخ؟ بون او ديبي درت اون فورماسيون في ليكول ناسيونال دي تكنيك اوتيليير اي دو توريزم تاع بوسعاده. جي في دو زون كوم تكنيسيان اون كويزين بعد كيما تو لي زالجيريان باينه كملي هي شويه شوماج تبدا لي سي في منا ومن بعد سهل ربي بديت في ان اوتيل الحمد لله الحمد لله وين هزيت ان بو ديكسبيريونس ومع الوقت الواحد يبدا يبدل اشاك فوا تسمى وين حتى وين يلقى بلاصه مليحه. نكملو نتوما واش نزيدو شويه ليدر نزيدو شويه سمن رمضان غلبوا ولا يغلبوا هو ولا ما نقدرلوش باش ما نكذبش معناتها ما تخش الكوزين انت في الدار امبوسيبل امبوسيبل. بون كون ندخل نخرج اوترومون. تحيه للزوجه ديالي والله ولا مامو ثاني الله يبارك ربي يجدهم لك ان شاء الله يا ربي. بون درك نحطوها تقلى تقلى وي ومن بعد نزيدوا لها اللحم ولا لو بولي الله
نخليها على نار هاديه. وي ومن بعد نزيدوا البولي ولا ولا بيان بيان سور. بري ما حطينا الشوربه تاع طيب تتقلى نوجدوا درك كوم معروفه الجاري ديما يجي معاه البوراك. البوراك الطبله تاع رمضان بلا بوراك ماهيش طابله. ماهيش طابله وزعت بون عندنا حنا خطفه حنا نعيطوا لها ديول ديول فوالا عندنا فيونداشي بال ملح فلفل الكحل ان بو دو بيرسيل وفروماج. درك نبداو نوجدوا لها البوراك نبريباريو ونخليوها كوتي من بعد كي يقرب الوقت ان شاء الله هنا نقليوها باش يقعد سخون. باه يقعد سخون مالا نتكلو على ربي. مشاهدينا كما راكم تشوفوا مامون ناوي وجدنا في البوراك تاعنا تاع الفطور تاع نهار اليوم. انا نقول لكم ابقوا معنا وحشوفوا ما قادنا نعاودوا نولوا. مشاهدينا رانا عاودنا ولينا بعد ما ديتوا المقادير تاعنا تاع الطبق الاولاني اللي كان جاري صوص بلونش. والان موجدنا طبق يخص مشطار انا بزاف في مدينه انا اللي هي تريده السلموس. مقادير عندنا بصل ملح فلفل الكحل زيت دائما طوماط كونسونطري. درك نبداو نوجدو الدجاج واللحم. درك نبداو البصل. شاف مامون وي تقدر تحكي لنا كيفاش كنت تجوز رمضان كي كنت صغير مع العائلة ودروق راك متزوج وعندك عائلة يقدر يحكي لنا مؤمن على رمضان تاع زمان ورمضان تاع رمضان تسمى بارتو ما بقاش كيما كان. درك راح لي شهر نتاعو سيرار وين هكا بكري نشوفها كي كنت صغير جافي اونتر 8 اون 10 اون بديت نعرف صلاحي رمضان تبدايت تشمي ريحتو 20 جور قريب اموا لافونس بداو الناس يبداو يقضيو من برا كان دي مارشي تشمي صح ريحه رمضان. ونهار اللي صم اول مره مامون نهار كانوا يفطروني ما يخليونيش نصوم. ونهار اللي صمت المره الاولانيه جافي بالك شتي جافي سيزون كنت نقرا سنه اولى وما قلت لهمش تاكل ما ناكلش راني شبعان راني كذا ومن بعد تاكل حتى وين لحق المغرب حتى وين لحق مام العام اللي وراه نشفى ما حبوش ينوضوني نتسحر باه نفطر بالسيف. كما كنتوا تتبعوا معنا وتسمعوا في حكاية الشاف ديالنا في صغره كيفاش كان يجوز رمضان وهو يحضر لنا في التريدة تاعنا الفطور. بعد ما دار البصل والملح زاد حط فلفل الكحل الزيت بون ما نحبش نقعد في الدار هذه لا بريمير دي شوز جون دي بلاص. عندي بروبليم في رمضان انا هي البيتزا كون يقولوا لي في تمرس ندي بلاصي لتمرس نجيبها ونعاود نجي نحب كي نقعد الجاري بيتزا هذا هو الفطور تاعي انا. الشيف ديالنا واش يدير فيه رمضان من القسنطينه راح حتى العاصمه على جال قلب اللوز وقلع 4 تاع الصباح نكملوا نحطوا لها الجاج رمضان وار كي يغلب داير ما نهدرش خير باسكو لي جالجيريان كامل رانا كيف كيف في رمضان مي الحمد لله تما نفوتو كيما حب ربي الحمد لله وان شاء الله ربي يتقبل منا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ودايما تفكروا الناس اللي قلبنا ونتفكروا اسكو راهم يفطروا اسكو نو اسكو
صح ولا لا؟ بكري كان صح كنت نسمع باللي كاينه، مي في وقتنا هذا تسمى صراحه كاين خاوه هكا بيناتهم وين ما على بالوش اسك خوف فطر ما فطرش عنده ما عندوش مع للاسف انت هكا انا كملنا دوز النار هكا درك نديروها درت لها الملح ما نسيتش الملح ما نسيتش توفي درك نديروها تقلى ولا هكا وتريد تاعنا نردوها تتفور دوك ردوها تتفور شحال تتفور هي جينيرالمون دو فوا وكاين اللي يدير تروا فوا ما ماكسيموم تاعها تروا فوا ابري من بعد نجمروها كي توجد لاصوص ويوجد اللحم تاعنا نديروها في قدره وحدها ونجمروها ومن بعد نشوفوها دريسي ايما نقولك حاجه انت تلونسي لهم تقول لهم روحوا نشوفوا المقادير مشاهدينا الكرام نروحوا نشوفوا المقادير ومن بعد نعاودوا نوليو ان شاء الله بزاف مامون كي تجي لقسنطينة نوجدو لك شبح الصفرة واليوم راني معروض عندك هنا الفطور تاع رمضان راني حناكل شبح الصفرة مرحبا بك تو هاد لا شونس بيان سور بون نبداو بالبصل البصل نديرو نص حبة هكا كيما راهي علاش ماشي مرابي؟ نو باسكو من بعد نعاودو نصفيوها نحيوها خلاص البصل يطلق برك البنة تاعو يطلق برك البنة تاعو نعاودو نحيوها هاد العبسة ما كنتش عرفتها انا بارابور اللحم الحلو يدوز انا واخيلا يديروا له شويه راه صح شبه الصفراء هكا نديروها نص حبه بصل من بعد نزيدوا شويه تاع سمن نديروا اللحم تاعنا شويه ملح برك ما نكثرولهاش الملح نديروا عيدان قرفه نديروا العيدان يبرونش ما ديرش قرفه بودغ نو نديروها هكذا برك عيدا تطلق برك البنه ديالها تطلق البنه تاعها ومن بعد نديروا لها الماء الان راح نردوه يتقلى نحطوه يتقلى ومن بعد نعاودو نوليو نعطيك الفطور تاعنا الفطور تاعنا راهو يطيب تبقى شبه الصفراء كي يطيب اللحم ان شاء الله لاصوص تاعو تنقص شويه تولي في النص نزيدو لها لو سكر ونزيدو الشبح تاعنا بنخلوها هذاك الشبح كيفاش يتخدم هذاك يتخدم باللوز مرحي ولا الجون دوف يتلايم بالجون دوف يتلايم بالجون دوف ومن بعد كي نخدموهم نقليوها في الزيت ومن بعد نخليوها تنشف مليح بعد نبداو نطيبو بها عليها يسميوها الشبح صفر جايدينا غاستي برونجي معنا في حصة في بلادي شاف وراح نشوفوا الطابلة تاعنا جاهزة للفطور نهار اليوم اللي وجدوه لنا الشاف مامون وزايدين انا عاودنا ولينا ليكم والطابلة تاعنا تاع الفطور راهي واجدة ان شاء الله ما نكونوش تعبناك مامون تاعكم مرحبا مرحبا بكم الله يسلمك بون عاملي بلا تاعنا جاري لاصوص بلونش عندنا تريدة عندنا شبح صفراء أردوغ بورك الله يبارك يبارك فيك الله يسلمك يعني الريحة هنا راهي تشهي بصحتكم الله يسلمك الله يسلمك يعني. أنا حابة برك نسقسي المرأة عليك أنت شوية في رمضان قلت لي بلي نهبلها وكامل ما تحشين شوية تحشينش يعطيك صحة مدام ريح رحبتي بينا هنا الله يسلمك على بالي بلي ما من مهبلك في الدار ونفرم ده يتوحم شوية ولا بزاف كش ما جاب لك حاجة هكا مينيوتي وش ديولي يعطيك صحة وسمحي لنا كما نقول الله يسلمك مامن كلمة أخيرة إن شاء الله رمضان يفوت علينا بصحة ولهنا إن شاء الله لا قبل أن جاي إن شاء الله إن شاء الله يا مرحبا بكم جيسبر تكون فات مليحة يعطيك الصحة لا الحمد لله حنا ان شاء الله نكونوا برك كنا ضيق عليك خفاف لا مرحبا بكم ومتعبكم راحة يعطيك الصحة الله يسلمك وصحة فطوركم الله يسلمك مشاهدينا شكرا وصلنا إلى نهاية عددنا اليوم شكرا صحة فطوركم وشاركتكم بالصحة ولنا عدد جديد تسناونا يكون شاب ولا عائلة ترحب بنا في دارهم ومنطقة نتعرفوا أقول على مأكولاتهم التقليدية سلام.